انت ما نجيبوش نحميوه، علاش ما تنجيوش تحميه؟ والسؤال المطروح كيفاش يجي تاع رقابه قضائيه يجيب الصحافه وما يتركش حتى واحد؟ الصحافه هذه ايضا مسؤوله، والله العلي العظيم يا لو كان كنت تما في القاعه غير نضلو ونعطيه 10 اسئله، كل سؤال يحطوا امام قاعده قانونيه خرقها هو بذاته، كل سؤال يعطيكم جازوزه ويعطيكم كذا والسلام عليكم وتجيو خارجين. بعد تقولوا انتم صحافه، انظروا في الدول المتقدمه لما تصير جريمه ولا كذا يجي المسؤول السياسي، مسؤول سياسي غوفرنور جينيرال يتكلم ويتكلم الضبطيه نتاع الامن ويمد الدقائق، وكاين اسئله يقول هذه مازال ما نجاوبوش عليها، ويجاوب في 10 وما يجاوبش في 3 ولا في 4. احنا لا جاب شغل، يعني انتم داركم دفه للباب وعصا للكلاب، اروحوا نديروا تصاور وراه تاع الرقابه وتجي هذه اليتيمه واللئيمه. ما كانش قناة تدمر هذه وتضل الرأي قد هذه اليتيمة اللئيمة هذه. هذه راهو مسؤولين أمام الله الصحافة نتاعها. هذو راهم يشعلوا في النار هاد الناس. هذو راهي يمدوش الحقائق للشعب الجزائري. هذه مستعمرة، رئيسهم مستعمر والإعلام مستعمر والبوليسية مستعمرة. احنا رانا تحت الحكم العسكري المخابراتي، رانا دولة مستعمرة عسكريا. عسكريا هذا كل عباد نحيهم. يقول له قاعد راك هضر كيف تحوسوا نسكتوا الان؟ سكتوا ابائنا وسكتوا اجدادنا ونسيتوا نسكتوا احنا ونخافوا منهم؟ هذا المجرمين نخافوا منهم، هذو اللي كانوا يقتلوا الناس داخل المخافر تاع الشرطه ويقطع له راسه ويقطع له قلبه، هذا اليوم ولاو يقول لك ان وحده الوطنيه وكذا. انتم تاع الوحده الوطنيه، ثم تفرقوا بين الرجل وزوجته، تفرقوا بين العائله واحد، بين صحاب في تروحوا للعرب تقول لهم انتم هذو حب، هاو قالها لكم قاضي احسان، قالها هذيك الكلمه، قالوا انتم ناس ملاح وديمقراطيين وعندكم العلمانيه وكذا، لو كان نعطيكم انتم يدوها لكم الاسلاميين، سما انتم اللي راكم تحكموا، هذه شهاده. وانا بلا ما يقولها لي لا قاضي احسان ولا فلان، انا نعرف باللي المخابرات هي السير في البلاد، والا تعوروش من دليل. هاو تبون البارح تلقوا له صراحه وبارك باش يشبوا على الناس داخليين وخارجيين، بصح والو ما كان حتى حاجه، وكي خرج هذاك هو الحل، بلاد كلها تنحرق، 16 ولايه كلها تنحرق، وكاين ولايات كيش كيكدا وكي طارفوا ضاع لهم شيهم لحد الان، وانما الناس ركزت على بلاد القبائل للحادثه، هما الان يحوسوا يوجهونا الى حادثه معينه وينساوا الجار والحوادث الاخرى، نحن لن نسكت عن هذا، واليوم اكتفي بهذا القدر ولا ازيد، اكتفي بهذا القدر ولا ازيد، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى في هذه العاشوراء يغفر الله ذنوبنا وسيئاتنا ويرحم موتانا ويداوي جرحانا ويطلق سراح المساجين المظلومين، خرجوهم البرة الأقدمين منهم المحدثين. أنا نتمنى حاجة واحدة، أن يكون هنالك هذه فرصة لوقفة عميقة تحط فيها الحقائق ونوصل الى حل جذري سياسي جذري. اما هذا البريكولاج وهذا الترقاع وجاب لي فلان وجاب لي فلان، هذا كله ما يخرجش، هذا يؤجل الازمه، واذا اجلها ربما تنفجر بحيث لا يستطيع اي احد يمسكها. ما تاجلوهاش، اسرعوا حل سياسي، مش يعطيه 100 مليون سكتوا كنت ولاد الناس ومن بعد كلهم نعوضكم. ما كانش واحد يتعوض، ما كانش واحد يتعوض لا بالمال لا بالجاه لا بحتى حاجة، لكن أنا أعرف معدن الشعب الجزائري، أعرفه عن خبرته وعرفته في الولايات في السجون في الأفراح في الأقراح، لن تجدوا شعبا شجاعا ذكيا كريما